صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الرجل سنة الضحى وينوي معها سنة الوضوء في نفس الوقت ليحصل على الأجرين؟ إذا نواها سنة الضحى تكفي عن سنة الوضوء، تكفي عن سنة الوضوء، أو العكس، نواها للوضوء فتكفي عن سنة الضحى. وكونه يصلي للوضوء على حدة ويصلي للضحى على حدة أعظم وأجرا. نعم.